السلام عليكم إخواني أخواتي الأعزاء. أنا اليوم عندي واحد الفرح كبير داخل السفارة المغرب مسقط بسلطنة عمان. هدية بسيطة فيها المغرب كاملة مع الصورة ديال الرحالة اللي درت كلها وإلى آخره. جزاكم الله بخير. سبحان مبدل الأحوال من مسقط إلى تركيا إن شاء الله الرحمن الرحيمين، ومن ثم إلى المغرب بعد ما قضيت عطلة ممتعة متعبة شيئا ما ومقلقة شيئا ما. إنما الآن الوقت الحالي كنقول غادي ندير الرحلة الثانية، غادي تكون إلى الهيمالايا إن شاء الله الرحمن الرحيم. هذا الشارع الاستقلال هو اللي جا من بعد، ما كانوا مستعمرين من طرف الانجليز، وشارع الاخر سموه شارع الوطن، وهذو كلهم شوارع تيدلوا على انه هاد الناس راه اصبحوا احرار. اتاتورك اللي هو اللي بدا بالثوره باش يقاوم المستعمر الانجليزي. هادي اللي كتشوفوا هنا هادي خزان ديال الماء اللي كان تيعطي الماء للمدينه كلها. هذيك المساله ديال تيقسم الماء تسمت هذه الساحه مساحه التقسيم. من طبيعه الحال وسائل النقل اللي كنستعمل هي المترو، احسن ما تمشي لا في تاكسي ولا في الموتور، لانه هاد الوسائل كيديوك الى عين المكان. ايا صوفيا هي كلمه جايه من ايا وصوفيا، هادو راه جوج ديال الخواتات اللي كانوا ديك الساعه تينشروا الدين ديالهم التبشير اللي هو المسيحي. هذا هو ايا صوفيا اللي ما خلاونيش ندخل ليه، قال لك حتى تكون الصلاه. وبالنسبه للاجانب راه تيطلعوا للفوق اللي هما مسيح واللي كذا. هذا القصر ديال توب كابي ديال السلطان الفاتح. اذن هذا المضيق اللي هو المضيق ديال البوسفور هو اللي تيجمع ما بين اسيا وما بين اوروبا. وهذا المنظر كنشوفوه منين؟ كنشوفوه من القصر ديال السلطان الفاتح. اذا هنا هذه اسيا. اذا هذا الباخره هذه منها واحد العدد اللي كيدوزوا من هذا البوسفور. اذا الاقتصاد ديال تركيا يعني اقتصاد معتمد بزاف على هذا الممر هذا اللي كيدخلوا من السفن. للتذكير اللي خلصنا باش ندخلوا لهذا الشيء 65 اورو باش تدخل لهذا الشيء، كل واحد يخلص 80000 فرانك كثيره شي شويه. هذا المكان مقدس لانه هذا هو اللي كان تيجمع الدين وكان تيقراو فيه القران واللي دروك اليوم هو اللي فيه داك الشيء ديال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، من الشعر ديالو، من اللباس ديالو، من انه العثمانيين راه حكموا العالم. دونك حيت كانوا في السعوديه راه داو منا واحد العدد ديال الامور، من الكعبه، من الخشب، من كذا. لذلك هو هذا القصر فيه واحد التكوين مهني من قديم، كان تيكون الناس اللي كانوا تيخدموا عنده، من الناس ديال المطبخ، من الناس ديال البروتوكول، عندهم دور باش يسيروا القصر، كان تيدير لهم واحد التكوين خاص. وهذا المكان ديال القران كان هو في رمضان تيجي وتيغسلوا بيديه، وكان عندهم واحد القوه بحيث مشاو حتى للجزائر الا المغرب اللي ما دخلوا ليه. المغرب راه ما دخلوا ليه. هذه من الرسائل ومن الاشياء اللي كان تيخدمها في انذاك هذاك الوقت. هذا الطابع اللي كان ديالو، على كل حال ذكريات النبي صلى الله عليه وسلم. مفاتيح الكعبه فهاد الممالك، غرفه حل المشاكل ممكن ترجم لك على حل المشاكل لاي سبب، لان السفراء اللي جايين من الخارج
السلطان كان يقابل بالمكان هذا. إذا واحد حب يتسمع شو يتكلمه من صوت الماء ما يفهم ولا شيء. لأنه هون الماء يفهم. إذا صوت الماء يشوش على الكلام باش توا ما يديروا الدنيا يتصمت. أنا عرس السلطة. مدينة سياحية بوتياز فيها واحد العدد ديال عباد الله، فيها واحد العدد ديال المآثر التاريخية، لأنه نظرا لكون العثمانيين يعني استعمروا واحد العدد ديال الدول وجابوا منهم التحف وجابوا منهم الحوايج ديال داكشي مثل السعودية. السعودية خواوها داو كاع داكشي ديال النبي صلى الله عليه وسلم كلشي جابوه من الكعبة من كذا. داكشي هذا الاستعمار دا تيخرب ماشي ما تيقادش الاستعمار. ولكن البشر بقى متخلف بحيث انه روح الغش لعبه لهم في الدم ديالهم. يعني الا ما زاد عليك ولا ما طلع بك شي شويه ما تيلقاش الراحه. بواحد الثمن خيالي كتحسب واحد الثمن وتيحسب عليك ثمن اخر علما على انه الا كتشوفوا واحد العدد ديال الجوع ما دايرين به غير الجوع. انا غير امامي كاين تقريبا 6 ديال الجوع وقدامي الجوامع فالحين فيهم. هاد الجامع اش يعطيك الا ما عطاك الا ما ربك الجامع؟ شكون اللي بغى يربيك؟ تيقولوا واحد المثله قطران بلادي ولا عسل البلدان. وهذا المثال راه مطبوع ان شاء الله. الرحله راه واش كانت على الانتهاء ونعاودوا نديروا رحلات اخرين في اماكن اخرى ان شاء الله. تنقول الرحله الاخرى غتكون الهيمالايا ان شاء الله. هذا الجايه غتكون الهيمالايا. تحياتي، السلام عليكم، الله يعاونكم.